لما لقينا القلوب بتعاني والود منها راح واختفى، قلنا نرسمها بشكل تاني مع طلة رانيا مصطفى. أعزائي مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان، تحية طيبة من القلب. النهاردة حلقتي حلقة مميزة جدا، ضيفي الجميل فارس عبد العزيز، الموهبة التي تحلقت بالروائع الموسيقية على آلة الأورج. لا ومش كمان بس ده، ما شاء الله حاصل على الحزام البني في الكاراتيه وحافظ القرآن الكريم. بجد موهبة تستحق ان احنا نقف كلنا ليها احترام وتقديرا لها. وفارس الجميل نورتني يا حبيبي. شكرا. نورت برنامج شكل تاني. شكرا. تعرفنا بنفسك بقى. اسمي فارس محمد عبد العزيز، بعزف أورج وحافظ القرآن الكريم الجزء الخامس، واخد حزام البني في الكاراتيه. وانا عرفت ان انت دخلت مسابقه عن دخلت الرسم. مسابقه في عزف، واول مسابقه كانت في سنه تانية. شاطر. خدت المركز الاول. في مسابقه تانية دخلتها 2019، مسابقه اوسكار المنوفيه، طلعت فيها المركز الرابع. ما شاء الله. مسابقه ايه كمان؟ مسابقه دخلت في مسابقه للرسم. دخلت مسابقه للرسم. ما شاء الله عليك. ايه رايك بقى تعزف لنا حاجه وتسمعنا حاجه؟ ماشي، هعزف اغنيه لام كلثوم. الله. اسمها ليله حب. ما شاء الله عليك. يلا سمعنا. مقدمة كلها. يلا سمعنا.
فارس، حاجة ما شاء الله عليك. مين اللي دربك يا فارس؟ بابايا علمني الأول الموسيقى، اكتشف الموهبة دي فيا، بس بعديها مستر محمود الحسيني علمني وخلاني أعرف أعزف حاجات زي الحليات وكردات، وبقيت أعرف أعزف. ما شاء الله، يعني باباك اللي اكتشف موهبتك وبعد كده مستر محمود كمل المسيرة وعلمك. يعني نقدم لهم تحية لباباك ولمامتك والمستر محمود، ما شاء الله بجد أصدقاء. انت نموذج، واصدقائك انت نموذج مشرف قوي يا فارس، حاجه بجد تفرح اي ام وتفرح اي حد، ما شاء الله عليك يا حبيبي. ابتدت موهبتك من قد ايه؟ يعني كان عندك كام سنه؟ بابا اكتشف موهبتي وانا عندي 3 سنين. ما شاء الله، 3 سنين كنت بتتدرب على آلة الأورج؟ كنت بعزف كده حاجات بسيطه. صح كده، انت حبيتها كده تلقائي اول ما بابا اكتشف الموهبه؟ وانا كانت يعني صعب شويه عليا، بس بعديها اتعودت عليها وبقيت اعرف اعزفها كويس جدا. كانت صعبه لان هي انا شايفه ما شاء الله ان مجهودك يا حبيبي كله على صوابعك، صح كده؟ مجهود، بس انت خلاص اتعودت. اتعودت خلاص. طب تسمعني ايه كمان؟ اغنيه بقى بالبيانو، تلحين عمر خيرت واللي بيغنيها علي الحجار. الله ما شاء الله، اسمها عارفه. طب يلا سمعنا. انا عارفاها الاغنيه دي، جميله وبحبها جدا كمان. Thank you.
لك يا فارس، حاجة جميلة جدا. الوقت معاك عدى بسرعة، بس قبل ختام الفقرة دي أنا أحب أوجه كل الشكر لوالدته ولوالده وللمستر بتاعه، بجد شابو ليكو، نورتنا يا فارس. فارس، قبل ما نختم فقرتنا، نفسك في إيه؟ أنا عايز أشكر صحابي طبعا، منهم مروان مهند، هما بيشجعوني وعلى طول بيقولوا لي كمل كمل. بيشجعوك يعني؟ اه. نورتني يا فارس. طيب استنونا في الفقرة الثانية. أعزائي مشاهدين برنامج شكل تاني، ورجعنا لكم بالفقرة التانية زي ما وعدناكم. أستاذة سامية سطور خبيرة التجميل اللي دايما بتنورنا وبتنصحنا وبنستفيد منها كتير جدا، ودايما عاملة لنا قلبان في القناة. نورتينا. الله يخليك يا أستاذة. عاملة إيه يا حبيبتي؟ الله يخليك. ألف شكر طبعا، أنت لبيتي الدعوة. والله يعني سبحان الله، يعني أنا جيت عشان أنت ما تزعليش، وعدت الجمهور، وانا بشكر كل الجمهور بجد. انا بيجي لي كميه اتصالات حلوه جدا جدا على الحلقه، بشكر كل الناس اللي بتسندني وبتشكرني، وانا تحت امرهم في اي حاجه. الحمد لله، انت نورتينا حبيبتي. واهم اسئله جات لنا عن العرايس بقى، اللي تقول انا عندي مشكله في شعري، واللي عندي مشكله في بشرتي، وازاي افتح المناطق الغامقه، تنصحيهم بايه؟ والله هو دكتورة، الاول بحب اهني كل عروسه وببارك لها وبقول لها ربنا يتم فرحه كل بنت على خير يا رب. وطبعا كل بنت بتحلم ان هي تبقى ملكه في الليله دي، لان هي بتبقى ملكه فعلا، هي بتفكر نفسها ملكه الكون وبتبقى فعلا هي الملكه. فكل بنت بتبقى عايزه تظهر باجمل ما عندها في الليله دي، يعني بتبقى الملكه بتاعت الحفله. فهو العروسه المفروض تهتم يعني قبل فرحها المفروض بثلاث شهور، يعني تبدا تظبط نفسها بالنسبه للشعر، بالنسبه للبشره، بالنسبه لجسمها كله، لضوافرها، كل حاجه قبلها بثلاث شهور. لان يعني لو في حاجه بقى يعني في شعرها بتقصف نبدا بالشعر. استاذه سامية، دايما العروسه بتبقى مستعجله جدا ان هي تبقى نضره في كل حاجه، نعمل ايه؟ احنا النهارده نتكلم يعني مثلا ممكن نتكلم عن الشعر النهارده. هنتكلم عن الشعر. هنتكلم عن الشعر النهارده، يعني ازاي ان احنا نخليها تعتني بشعرها وتهتم تهتم بجسمها. الشعر بياخد وقت طويل جدا جدا، لو قصير عايزه تطوله، لو قاعد عايزه تفرده، لو بتقصف عايزه تعالجه. طيب ناخد فاصل ونرجع تاني، استنونا. اوعى تروحوا اي مكان. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع اهم كلام عن الشعر. اتفضلي يا استاذه سامية. احنا قلنا ان العروسه بتبقى ملكه في الليله ديت، فعايزه تظهر باجمل صوره ليها بالنسبه للبشره، نضارتها، بالنسبه لشعرها، بالنسبه لكل حاجه. هنبدا نعالج الحاجات دي كلها، والعروسه تبدا تهتم بنفسها على الاقل اللي قبلها بثلاث شهور. هنبدا بالشعر، لان الشعر بيطول شويه على ما هي تعتني بيه، لان زي ما قلنا ممكن يكون شعرها بتقصف، ممكن شعرها بتساقط، ممكن يكون شعرها مش طويل، عايزه تقله، الكلام ده كله. فنبدا نعالجه قبلها بثلاث شهور. هنبدا العلاج ازاي مع الشعر؟ هنبدا العلاج من الداخل قبل الخارج. من الداخل قبل الخارج ازاي يعني؟ يعني هنظبط نفسيتها الاول، ما ينفعش تبقى نفسيتها مش متظبطه، لان لو واحده نفسيتها مش متظبطه شعرها هيقع. صح. شيء طبيعي. هننظم غذائها، لازم تتغذى كويس، لو عندها انيميا شعرها هيقع. اهم حاجه الغذاء بتاعها، تعتمد على المأكولات بالذات الخضار الورقي، اي خضار ورقي بقى، سبانخ، جرجير، خس، الخضروات كلها بجميع انواعها، الفواكه بجميع انواعها، العدس مهم جدا 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 للشعر، البروتينات زي الصفار البيض مهم جدا جدا بتقل الشعر، ده بالنسبه للغذاء. وحاجه كمان، لو قلت لي توصل عروسه بايه او اي ست عموما أيوه. بايه، هقول لك بشرب الميه. شرب الميه، لو قلت لي توصلها تاني بايه هقول لك برده شرب الميه. شرب الميه مهم جدا 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 للشعر وللبشره، لو قعدت اقول عليه مهم للسنه الجايه مش هكفي. بالنسبة للشعر والبشرة، وربنا سبحانه وتعالى وخلقنا من كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالمية مهمة جدا جدا للشعر والبشرة، تشرب مية بقدر وافي، يعني على الأقل لترين مية في اليوم عشان تحسن بشرتها. دي أقل حاجة لترين مية. أقل حاجة لترين مية. لو عندها جفاف بقى في الشعر أو في البشرة
تشرب اكتر من الريتلين، يعني ما يعادل 12 كوبايه مثلا، لان الريتلين فيها 4 كوبايات. تشرب ميه كتير جدا، تاكل الخضار، الخضار الورقي زي ما قلنا، الفواكه، ده بالنسبه للاكل وبالنسبه للغذاء. بالنسبه لغسيل الشعر، تغسل شعرها في الاسبوع مره واحده بس عشان ما تفقدش الزيوت اللي ربنا عطاها لها. وبعدين لو شعرها بتساقط ما تحطش بقى، تبعد تماما عن حمامات الكريم وتبعد عن البلسم، لان لو شعرها بتساقط وتحط حمام كريم او بلسم شعرها يتساقط اكتر. يعني تبعد عن البلسم وحمام الكريم. هتعمل ايه هي بقى؟ هتعمل حمام كريم طبيعي من بتاع الطبيعه بتاعنا. لو شعرها بتساقط، النصيحه ديت لكل عروسه ولكل بنت ولكل ست ولكل راجل. يبقى احنا كده بنحل تساقط الشعر بعلاج طبيعي جدا من ثلاجتنا زي ما قلنا، لان احنا بنعالج من البيت. هتجيب بياض صفار البيض، هتاخد صفار البيض بس اللي شعرها بتساقط، صفار البيض بس، تاخد صفاره او اتنين تبع طول شعرها وتقله، هي تقدر تتحكم شعرها ان كان قصير ان كان طويل، فتاخد صفار البيض على حسب شعرها. وهتضيف على صفار البيض ايه؟ زيت زيتون، معلقتين زيت زيتون ومعلقتين زيت جرجير. هتضربهم مع بعض كويس جدا جدا لغايه ما يبقى عامل زي حمام الكريم بالظبط. هتحطه على شعرها وهتلبس البنيه او تلبس الكيس البلاستيك وتحط فوطه سخنه على شعرها وتسيب نفسها كده ايه من 2 لـ4 ساعات. وبعد كده تشطف شعرها بالشامبو بتاعها. هتشطف شعرها بالشامبو بتاعها ازاي؟ ما هتجيبش الشامبو مباشر على شعرها، تمام، ولا تاخد كميه كبيره في ايدها وبعدين تحطها على شعرها. هتاخد جزء من الشامبو، اي نوع شامبو عندها، جزء صغير من الشامبو، وهتضيف عليه شويه ميه وتخلطهم مع بعض كويس وتبدا تحطهم على شعرها. وتغسل شعرها كويس، وما يعني ما تفضلش تغسل بقى بالشامبو مره واثنين لغايه ما تفقد كل الزيت اللي فيه. وبعد كده تشطف شعرها عادي جدا وتبدا تحط له زيوت مرطبه للشعر من عند فروه الراس لغايه الاطراف تحت. زيوت مرطبه زي زيت اللوز مثلا، زي زيت جوز الهند، الزيوت الحلوه دي كلها للشعر. ده بالنسبه للشعر، ده بالنسبه للشعر الجاف. هنغذي الشعر جدا جدا، واهم حاجه فروه الراس. هنحط زيوت ونمسك فروه الراس كده نعمل لها المساج علشان فروه الراس تستفيد. بالنسبه لحمام الكريم اللي احنا قلنا عليه ده برضو هنجيبه من عند فروه الراس، ونبدا ناخد بصوابعنا كده ونمسك فروه الراس ندلكها كويس، وهناخد من عند فروه الراس لغايه الاطراف كده ونمسك الشعريه كده. واحده تقول لك انا شعري بتقصف فانا بقص الاطراف بتاعته على طول، على فكره غلط جدا. انت تعالجي الشعر، مهمه جدا، انت تعالجي الشعرايه، ما تدوريش ان انت تقصيها، لان انت هتقصيها ومش بتعالجيها ما هيتقصف تاني وترجعي تقص تاني ونلف الدايره من اول وجديد. انت تبداي الشعر، تبداي تعالجي زي ما قلنا داخلي وبعدين نعالج خارجي. داخلي اللي هو نفسيا ومعنويا وصحيا، الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي كلها. لو عندك انيميا هنتعالج منها زي ما قلنا، وهناخد كل الفيتامينات بتاعتنا ونهتم بشعرنا. البشره الجافه يعني بالنسبه للشعر، او الشعر الجاف او البشره الجافه، محتاجه عنايه كبيره جدا جدا. بالنسبه برضو للبشره الدهنيه او الشعر الدهني، محتاجين ان نفتح المسام، لان الدهون هتقفل المسام بتاعه الشعر برضو هتوقعه، نفس القصه. فاهم حاجه كل واحده تعرف شعرها ايه، جاف او دهني، ونمشي على العلاج بتاعه. على العلاج. طب انا جالي سؤال، القشره، قشره الشعر، خل، شويه خل يتضافوا على شويه ميه وتحط على فروه الراس وتدلكي، وبعدين تغسلي شعرك عادي. كل ده ان شاء الله باذن الله هيشيل القشره معانا. اكيد طبعا يا حبيبتي، انت بتقولي وصفات ما شاء الله جميله. لا جداً. كلها وصفات طبيعيه، يعني اهم حاجه انا بحب الطبيعه، يعني بعيد عن اي حاجه تانية خالص، ولا تروح يعني مش هنوقف حال الدكاتره ولا حاجه. أيوة. احنا بنقول الحاجات كلها من البيت، لان في ناس ما بتقدرش يا استاذه، في ناس بالنسبه للحاله الاقتصاديه وكده وظروف الناس صعبه وكلام من دوت، فهي تعالج نفسها من البيت. طب عايزين بقى حاجه لتطويل الشعر. ما احنا قلنا هي هتعمل الحاجات دي كلها. ده بيطول طبعا مع التساقط. احنا هنحط بروتينات اللي هو صفار البيض، وهنحط معاه الزيوت، زيت الزيتون وزيت الجرجير. في حاجه كمان عشان نعزز فروه الراس وتفرز لنا بقى ايه الماده اللي هي بتطول الشعر والشعيرات الدمويه، ننشطها وكلام من ده، يقوم يضخ الدم في الشعر فالشعر يطول. تمام. هنشتغل بالمشط الخشب. مشط الخشب بيعمل تمشيط حلو قوي قوي للشعر. وبعدين نسرح شعرنا ازاي؟ قبل ما نغسله، قبل ما نروح نغسله نسرح شعرنا. في ناس بتقول لك انا بسرح بعد ما اغسله، انت اغسليه الاول، سرحيه الاول قبل ما تغسليه. هتنزلي شعرك كله لقدام وبعدين تبداي تسرحيه، ولما تيجي تغسليه برضه تغسليه بنفس الطريقه، يعني هتنزلي كل اللي قدام وتسرحيه وبعدين تغسليه، تمام.
وخلاص هتنشفي شعرك، ما تنشفيه ما تدعكيش قوي كده، علشان وانت بتدعكي تبقى الشعرايه ضعيفه والمسام بتاعت فروه الراس ضعيفه، فوانت بتنشفيه جامد هيقع منك. فانت تبداي تعملي ايه؟ هتنشفي بالطبطبه، يعني هتجيبي الفوطه كده وتدخلي شعرك بينها وتعملي كده، هتطبطبي على الشعر من فوق لغايه تحت. خلاص مش هتسرحي برضو على طول، على الاقل هتسيبيه نص ساعه او ساعه لغايه ما المسام كلها تقفل معاكي وتبداي تسرحي. هنسرح ازاي؟ هنبدا من الاطراف من تحت، مش هنبدا من فوق، لان لو بدانا من فوق هنوقعه من تحت. هنبدا من اول طرف خالص، هنبدا نسرح شعرنا. وهنعمل ايه عشان شعرك يتقل ويطول وينعم ومش محتاجه بقى بعيد عن الكرياتين والبروتين والحاجات دي كلها، اخرها طين، دي كلها الحاجات دي كلها بتضر الشعر وبتوقعه. احنا هنعمل ايه؟ خلاص عملنا كل الوصفات ديت وغسلنا وعملنا الحمام الكريم بتاعنا اللي هو بالبروتينات، اللي هو بصفار البيض، بصفار البيض وبزيت الزيتون وبزيت الجرجير، وغسلنا وتمام التمام. هنعمل ايه بقى؟ سرحنا شعرنا، بعد ما نشف هنلفه طاقيه. نرجع بقى للزمن الجميل بتاعنا كده ونلفه طاقيه. كلنا عارفين لفه الطاقيه، هنقسم شعرنا نصين نلفه طاقيه من الشمال لليمين، وتاني مره هنلفه من اليمين للشمال. احنا كده قلنا كل نصائح الشعر تخص الشعر، وفي حاجه كمان برضو حلوه قوي بتعزز فروه الراس، هنقلب شعرنا كله لقدام وهنسرحه قبل ما ننام ونعمله كحكه ونحطه هنا بجد عندها. دايما بتفيدينا يا استاذه ساميه واستفدنا منك كتير جدا، والف شكر على النصائح بتاعه الشعر، وتنورينا في حلقات كمان وكمان، نورتينا. هي الحلقه بسيطه وانا جيت والله عشان انت وعدت الجمهور. ربنا يخليكي يا حبيبتي، نورتينا. غلبت الجمهور عندي بجد، يعني مشوار صعب عليا وانا تحت امركم في اي حاجه. استفدنا منك كتير يا حبيبتي. الله يخليكي يا ان شاء الله انتظرونا في حلقات من برنامج شكل تاني.